ضيفنا نفس اليوم انه يكون معنا كبطل رفع اسم ليبيا واعاد للعبه الملاكمه الحياه من جديد بعد ما غابت لثلاثه عقود. مش حنطول عليكم اكثر، اكيد كلكم عرفتوه. خلونا مع بعض نرحبوا بالبطل الليبي مالك زناد. مالك مساء الخير. اهلا بك. طبعا مالك، بدايه من الصفر، من مش نقولك لوين وصلت لك، نقوله من الالف في طريقك الى الياء ومشوار من لا شيء صنعت شيء. طبعا الحمد لله، طبعا هذا كله فضل من الله ومن يوفو يوفو مالك زناد بالكامل. اي حاجه تعتبر لازم تقول خدمه، فهمت؟ فتتعب تتعب تتعب وبتوصل في الاخير لهدفك، فهمت؟ ولكل حلم يعني، ولكل بطل كانت بدايه. مشاهدينا طبعا صنع او كيف صنع مالك ضيفنا مالك زناد واصبح بطل لا معنقش اسمه بحروف من ذهب في لعبه الفن النبيل. نشوفه مع بعض التقرير عن البطل مالك زناد ونرجع. لأن الأبطال لا يصنعون في صالة التدريب، بل يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم. بطلنا لم يسقط داخل الحلبة، وخارجها كان واقفا. تسلقه سلم النجاح لم يكن بالأمر الهين، ولم يكن مفروشا بالورود لتحقيق حلم المنافسة في بطولة العالم. قضى على آخر خصمين له من الجولة الثانية لكل نزال بالضربة القاضية، البريطاني كوميلز بأسكوتلندا، وأخيرا تشامبا الكاميروني في برلين بألمانيا. لم تكن لابن ليبيا الفرصة محليا ليبصر حلمه، فكانت مالطا بوابة الدخول لعالم الأضواء. فاز هناك بالعديد من المباريات في بطولة مالطا وهزم بطلها من الجولة الثانية. تتالت لكماته سنوات هناك، جال عواصم أوروبا رافعا راية بلد غيب كثيرا عن هذه اللعبة. ملك الزناد تسلح بدعم محبيه ومشجعيه في كل نزال، فكان دوما واثقا كالأسد، خفيفا كالفراشة، ولاسعا كالنحلة. فإسقاطه لتشامبا لم يتطلب أكثر من 5 دقائق. طبعا مالك خشيت معي في حلقة فاتت، قلت لي بنحتاج لي 4 جولات، ومن جولتين قضيت عليه، يعني 5 دقائق قضيت على تشامبا. مواجهة يعني كانت أعتقد أسهل مما كنت تتصور. طبعا المواجهة كانت سهلة بالنسبة لي، لأنني تحكمت في الحلبة بالكامل، تحكمت فيه هو كلاعب، نعرف نسبة بنظرة العيون للاعب، نعرف إنه هو شن صالش ما صالش معي، فتلخبط مع شرفي في هلعب، فلعبت عليه الزوزة، يعني لعبت هو يضرب نضربه، هو يهجم نضربه هو ما يهجمش نضربه، فهو 10 كيف يلعب معي، فهمت؟ فانا اتمرن على الشيء هذا، اتمرن على اسمه كاونتر، فهمت؟ كاونتر اللكمه بتاعه، فهو ما عرف كيف يلعب معي، يتلخبط بيغير يشدني بيهرب الموضوع، فالحمد لله. طبعا خشيت له بتكنيك ثاني، فهمت؟ ستك يعني زي ما نقول طبعا مالك، يعني هذا النزال رقم 12 ليك، وحققت من خلال 11 نزال يعني انهيته بالضربه القاضيه. اول نزال ليك لتجي تقارنه بالنزال الاخير في مشوارك في الاحتراف، كيف تقارن نزال تشامبا بأول نزال لك من نزالات الفرق؟ فرق كبير، تطور كبير. طبعا مريت عليها مدربين عالم، فهمت؟ فناخذ من هذا ناخذ من هذا ناخذ من هذا ناخذ من هذا، فتطورت هلبة، فهمت؟ تطورت هلبة إمكانياتي، تكنيكي، خطواتي، دينتي، كل شيء تطور، فهمت؟ فالحمد لله طبعا فرق كبير، وان شاء الله ما زال نتطور، ما زال ماشي ان شاء الله ان شاء الله. اصعب نزال لك من بين 12، انا قاعد احكي معك في النزالات الحاليه تو. طبعا هو عندي نزال صعبه، هو مزوز زوز يعتبره صعب، فهمت؟ واحده منهم في رمضان، كانت هذه في رمضان، لعبت في رمضان وما نلعب في رمضان، فكانت هذه اللي عندي الوحده اللي من ما طيحتش بقاضيه، فهمت؟ فكانت صعبه شويه الوحده من بين 12، من 12 اللي كانت من نقاط، فهمت؟ فطورت شويه، وكان ما فيش جهد، ما عنديش يكون صايم، ما فيش جهد، فايطاليا كان يلعب معها خصم، فطيح ما ربحتها بنقاط، فهمت؟ ما قدرتش نطيحها بالقاضيه، فهمت؟ طاح، هو طاح زي طاح مرتين، لكن نفس الوقت ينوض، فهمت؟ ينوض، ما عنديش يهرب قاعد مني وكذا، وين يضيع والجهد والتركيز احيانا في رمضان بيقتل رمضان وماكل، لانه ما فيش وعرق، حتى رق ماشي بيطلع من جسمك من كثرة الصيام، فهمت؟ والثانيه كانت في سلوفانيا، كانت في سلوفانيا طبعا المباراه، كنت طيحتها في جوله ثانيه من الخصم، وبعدين قلت خلاص ما دام طيحتها جت شوي هزوه هيك، فهمت؟ جتني شوي هزوه، قلت لما طيحتها خلاص في الجيب، هو مضمون المباراه، قلت خلاص استمتع هيك.
فواحده من كلمه هي جتني لكمه زي ما تقول قويه، هل بتشبع في اربعه في نفس الوقت؟ بتشبع في اربعه، الخصم مش في اربعه، قلت لكمه جتني لكمه شويه مش بحتاج، ولكمه مش بحش تطيحك فهمت، فبتشبع في اربعه. وهذا نهايته بالضربه القاضيه طبعا، هذه من جولة تانية أخذتني للجولة السابعة، طيحت في الجولة السابعة. فتهزوا يعني هي خفيفة، أخذتني من وقت وقتت مني صعب، فهو حسني لقى منين جتني خبطة قوية بده يهجم يخش ويسكر علي كده، فهربت فنطني وكده تمت الجولة، وبعدين طيحت في السادسة، بعدين السابعة، بعدين تمت، بعدين في السابعة. تمام، تنحكوا على أسلوب لعبك مالك، ولكن في حاجة بنقولها لك أو بنسألك عليها اللي هي الإعداد والتجهيز والتدريبات اللي يخضع لها اللاعب. أعتقد بنقول من خلال اللقاء الأخير بينك وبين تشامبا واضح كان الفرق، شنو التمرينات او التدريبات اللي تخضع لها انت كمالك الزنا؟ طبعا الناس ما يعرفوش شنو هو المعسكر تدريب تاع المباراه، ما يعرفوش شنو المعسكر تدريب تاع المباراه، يصير فيه حاجات قصدي تمرينات اصابات تمام، سبارنج اشتباك طبعا، كانها مباراه غير لابس وخي راس وجوانتي كانوا 10 بتلبس 16 الكبار وتضرب، لكن كل سبارنج كل اشتباك فيه دم، فيه اصابات دم كذا، هذه واحد من الحاجات اللي في المعسكر تصير فهمت، والماكله المنظمه والميزان تنزله وتركبه، وحتى الماكلة حساسة، الماكلة حساسة يعني. وش نسمه وتمرينات صعبة هلبة، مش تمرين مرة ثلاثة مرات في اليوم مرتين في اليوم على حسب المدرب، بجد المدرب يعطيولك المدرب ما فيش بصير فيش بصارة، أنت عندك دقيقة واحدة من الألماني هيك يتصرفوا فهمت، المدرب بتاعي دقيقة بس، دقيقة واحدة أنت ما تجيش تكون في الصالة ما تكون متأخر دقيقة واحدة تدفع 50 يورو دقيقة واحدة بس، فتنوض طول ساعة 7 فجر تكون 6 كذا تنوض تقرحك في الصالة، حتى اللي ردت تلعب دور يعني تختلف من شخص لشخص. مالك عندك نزال أعتقد في شهر 4 مبارزة على WBC مواجهة جاية، طبعا نزال هو في الشو اللي لعبت فيه هي المباراة في ألمانيا، كان في مانيفنت اللي ربح منهم كان بيلعب لينا فهمت، فربح لألمانيا حاليا ولعب كندي وألماني، ربح لألمانيا فاني مقابلة معي مقابلة قدام لألمانيا حتصير إن شاء الله، فحتكون المباراة حاجة قوية في مستوى كبير. حنسألوك على الملاكمات أو المواجهات اللي فاتوا ليك طبعا مالك، ولكن قبل هذا مشاهدينا نمشوا لمداخلة هاتفية حتكون معنا من طرابلس المدرب عبد الحكيم عمار مدرب الاتحاد العسكري واللي أشرف على تدريب مالك فيما سبق في ليبيا. كابتن حكيم مساء الخير. أهلا وسهلا بك، مساء الخير ليك ولمالك ولكل المستمعين. طبعا اخذناك قبل نزال مالك مع تشامب واخذناك بعد تشامب، ثقتك كانت واضحة وكبيرة في مالك قبل النزال وكان مالك حاضر معنا. بارك الله فيك يا سيدي، احنا بنذكره بنعرفه على مالك لأن مالك الحقيقة الآن يعتبر قدوة الرياضيين في ليبيا، والحقيقة احنا معجبين بنشاطه وبتواصل عن التدريب وبالنشاطات والإنجازات اللي قاعد يقدم فيها، وربي يبارك له إن شاء الله. تمام كابتن، بنسألك على مالك تو جنبي اسمع فيا، يعني مش نسألك شنو تغير في مالك من زمان لتو ك ك ك كرياضي ولا كملاكم، نبي نسألك شخصيا من خلال اذا كنت متواصل معاه، يعني اذا كان في بيناتكم تواصل. لا على الصعيد الشخصي نسأل فيه. مالك الزناد زي ابني في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل، مالك الزناد أخلاقه يعني فاق كل التوقعات الحقيقة، احنا توقعنا لما يتحصل على أحزمة كبيرة لما يحصل على بطولات دولية قد يتنافسنا ويتجاهلنا، ولكن الحقيقة دائما ينكر فينا بالخير ويعتبر فينا ان احنا كنا محطة في بداية حياته الرياضية، بداية حياته الرياضية مكتب من جديد، بداية حياته الرياضية، وهو الحقيقة هذا شيء ماهوش غريب على أهله وأهله وعائلته العريقة الليبية الأصيلة في ليبيا. كابتن حكيم أو طبعا مالك يسمع فيك، صراحة مالك الكابتن حكيم يعني تحت الهواء ديما متواصل معك ويشكر فيه، متواصل معاه شخصيا ويشكر فيك يعني بطريقة وكأنك ابنه فعلا، يعني شو بتقول له يسمع فيك تو؟ تحياتي لك سيد حكيم، طبعا كلامك يعز علي قلبة، شن حالك باي شن أمورك أنت؟ كابتن طبعا مرتبك شويه وممكن مش عارف شنو بيسالك، بس لو كنتوا تحت الهواء كنت تدرس في مواضيع لا اتكلم فيه ديما، لا اتكلم فيه حكيم سعيد الذكريات وكيف كنتوا في بطوله تونس وبطوله تركيا حتى هي هلبة مواضيع. كابتن حكيم، كابتن حكيم يعني لو بتقول حاجه لمالك حاجه اخيره في نزلات الجايه يعني. والله مالك الحقيقه هو يقول حتى يعني البحر يحتاج الى زياده، ولكن مالك الحقيقه هو تو ماشي في الاتجاه الصحيح وتواصل عن المدارس الحديثه للعبه الملاكمه، والحقيقه زي ما اكد انه هو قدوه الرياضيين اللي تابعوا فيه بشهر ثانيه في ليبيا،
أصبحوا يتغنوا أن يكون زيها وأصبح عندهم شغف زايد ورغبة زايدة للتنبيه الحقيقة تنبيه الحقيقة لأنه فخر أن واحد من ليبيا زي مالك يعني تمام شكرا لم يكن هناك واحد من ذلك الحقيقة يعني يصل للمستوى هذا. تمام شكرا لك كابتن حكيم عمار مدرب نادي الاتحاد العسكري ومدرب السابق والمشرف عليه البطل مالك الزناد. مالك نرجع لك من جديد قلت لك طبعا استاذ حكيم نشكر هلبة طبعا واحد من المدربين في ليبيا اللي مهتمين بلعبة الملاكمة هلبة ومنجهدة فهمت ونشكر هلبة للكلام اللي يقول فيها لمالك الزناد ونقول ان شاء الله نثبت الشيء هذا للناس. تمام بما انك تبي تثبت نفسك للمدرب من بين المصنفين الخمسه الاوائل نقولوا للاعبين الملاكمين العالميين زي امير خان الباكستاني وغيره مالك بعيد بغض النظر على الرصيد المبارزات اللي عندهم كامكانيات انت شنو تشوف روحك بين اللاعبين الخمسه الاوائل في العالم الملاكمين؟ والله طبعا انا حنكون كل واحد كل ملاكم وحيكون هو ذا بيست فهمت هو حيكون هو الاول في يشوف روحه الاول في بين الملاكمين ما يميزش نفسه باي ملاكم ثاني فهمت فلكن ان شاء الله اني مستمر وحنوصل اللي يوصلوه هم ونفوتها بعون الله هذه طبعا هذه حاجه بديت فاهم الزيرو والحمد لله نعرف امكانياتي ونواصل تو حاليا فان شاء الله نوصل فهم الفرق بيني بينهم ان هم زي ما تقول مش زي ما تقول عندهم الامكانيات فهمت هم موفرين لهم كل شيء حواليهم فهمت كيف ولا فهمت عليك فهذا علاش انهم توا حاليا تنافس على امريكا يعني لازم يكون دعم كبير هم فهمت انجلترا وغيرها مش مقصرين معهم شيء عندهم كل شيء حواليهم فهم هذا علاش عندهم فوكس في وحتى اعتقد من النشأة كانوا بدايتهم من لما صغار في انديه صحيح. واحد مالك انت اعتقد بديت في 2012 مواليد 93 يعني وقتها عمرك 18 عام صح؟ كانت بدايتك مع نادي الترسانه لما صار التجمع وعوده اللعبه بعد ثلاثة عقود طبعا بدايتي كانت في نادي الاتحاد هي الاتحاد والترسانه اعتقد صح؟ بعدين لا ترسانه ما مشيت لهاش ترسانه لكن كانوا نمشي نتمرن معاهم وكذا ويتمرنوا معنا وكذا في حاجه زي هذه لكن بدايتي كانت في الاتحاد لان الاتحاد اول نادي نادي الملاكمه في ليبيا فهمت فمشيت غادي كان استاذ محمود شكاوه كان موجود غادي صلاح مشري كان علي حسن مصطفى كلهم استاذ حكيم عمار كان معك ولا كان استاذ حكيم عمار كان موجود حتى هو كان موجود بعدين انا استاذ حكيم عمار حطوه في المنتخب فهمت حطوه شاد مدرب منتخب فهمت مشينا مع تونس مشينا مع تمام يعني مالك من لما بديت نحكي على في ليبيا بشكل خاص احنا مش نحكي لك على قبل مالطا وانطلاقتك من مالطا في ليبيا هل وصلت لنقطة قلت فيها انا خلاص ما عادش نلعب احبطت وشين السبب يعني من النقطة هذه ولا طبعا في ليبيا درت جهدي بالضبط لعبنا درنا بطولات ليبيا لعبنا ما شاء الله مشينا نلعب في تونس جبت ميداليات ذهبية في تونس مشيت لتركيا مشيت لكذا في تركيا رفضونا فهمنا تنحكوا على الجزئيه هذه مالك ولكن نبي نحكي لك موقف سبب هل في حاجه معينه خلاتك انت تقول منقول ستوب ما فيش امكانيات ما فيش مستقبل فهمت شفتها من كان قاعد غادي حاليا راني قاعد نخدم في حاجه ثانيه وسيبت ملاكمه فهمت زي يلبض الملاكمين كانوا معنا في الاتحاد ما شاء الله قصدي كانوا في ملاكمين كان قاعدين تو راهم نجوم نقول فاهم هنا كان معي نجوم فهمت مرنوا معي كانوا صغار فكلها سيبت فهمت فما عندهمش كيف ما في شيء اهلهم انهم يقعدوا في اللعبه فهمت فلما طلعت برا انا شفت مستقبل شفت وكملت وصريت فهمت فكان قاعد غادي راني سايبتهم شوف ديما البطل عادة مالك ديما في ناس يقولوا احنا صنعناها واحنا درناها واحد اعتقد في اكثر من مدرب ادعى انه هو دربك في البدايه من نحكي المدربين اللي في ليبيا من اللي اشرف على تدريبك ولا طبعا انا زي ما قلت الاستاذ حكيم عمار طبعا زي ما قلت لك انا يعني تعلمت الملاكمة من ابوي من الوالد طبعا من عمري 6 سنين معلمني ودخلني لعبة الصاندا هي قتالية لعبة قتالية كانت بيدين ورجلين وكذا حتى نفس اللعبة كنت نلعب بيدي أكثر حاجة فلما ردوا ملاكمة التحقت كان شرف علي الأستاذ محمود بشكاوة صلاح المشري كانوا ناس هما من اللي الناس اللي دربوني فهمت يعتبروا فهمت وكذا حاجة زي حكيم عمار فمنكرش الشيء هذا يعني فهمت تمام اعتقد في بدايتك مع المدربين هذا شاركت باسم اول منتخب بعد عوده اللعبه لليبيا كانت في تونس واللي من ضمنها اخذت البطوله الميداليه الذهبيه الميداليتين الذهبيتين كانوا معك عده اسماء كان معي اعتقد كان معي بس انت اكثر شخص كنت متميز ممكن في تشكيله اللاعبين بتاع المنتخب الحمد لله اللي مثلوا في المنتخب تمام كانت عندكم مشاركه ثانيه اللي هي بطوله البحر الابيض المتوسط مزبوط مالك فيها هالبا نقاط من هدرس فيها معك هذا موضوع مهم
صار معاكم شيء احبطكم في المشاركه؟ شنو صار معاكم بالضبط؟ مشينا الميزان من طيب اول منتخب يمشي مشينا احنا والناس قناه فاضيه قاعده مجي حد جينا خشينا لا انتم اللي بينا اطلع مش معتمدين كيف احنا جايين مسافرين دين معسكر في تونس ودنا وكذا وكذا وكيف لا احنا جتنا تو مكالمه من ليبيا ان انتم مش معتمدين خلاص روحوا فهذا احباط كبير فهمت واحد مر ودار وكذا بيوصل اللي بيدير اسم كويس للبلاد ويشرف وكذا فتفاجأت بالموضوع هذا وقلت خلاص انا ما عادش نقعد في ليبيا من ديك اللقطه انا فقلت خلاص فقلت لا بنطلع ما عادش نقعد تمام فهمت انا والوالد وكذا فدنا تاشيره مالطيه وكذا قال يبدا بمبدا بمالطا تو محطه الاولى وتنطلق ولكن اعتقد قبل مالطا شاركت مع الاتحاد العسكري مع استاذ حكيم عمار واخذت البرونزيه اعتقد في البطوله هذيك محمد كانت مباراه مالك قلت لك محمد بدنا نعرف ليش نقول لك محمد مالك المنافسة أعتقد كانت صعبة في البطولة اللي في لبنان وقيمة. ولا ما كانت صعبة كانت كلوز فايت كانت هاف فهمت لكن أعطوها لليمني كانت يعبت اليمني يعني فهمت غريبة لكن ما كنتش متمرن ما كنتش مستعد كنت ممكن متمرن 10 أيام هذيك ولا 20 يوم ما كانش مستعد قوي كلب الاستعداد ما كانت مكالمة زيت في بطولة مشيت كنت منتخب أنا مشيت طول معهم ما فيش تمرينات ما في شيء فكانت هي المباراة قريبة من بعضها فهمت فأعطوها لليمني فهمت بفرق النقاط أعتقد صح نقاط تمام مالك عندنا لك مفاجأة إحنا مش هنقولك على شنو هي حنشوفها مع بعض مشاهدينا ونرجع في هذا الحي الشعبي بمنطقة الهضبة الشرقية وفي هذا البيت ترعرع مالك الزناد واستطاع أن يكون بطلا في أكثر من لعبة عبد المالك من بداية كانت من عمرك 6 سنوات طبعا قعدت ندرب فيه فهمت من بداية عطيه الأساسيات الملاكمة فهمت وبعدين دخلت للزنباز أنا من الأول ما شفته من اللي هو كان صغير يضرب فيه أبوه عمره 6 سنوات ضمننا فيه خير وعرفناه من الأول أنه هو خامر وموهوب من بدايته لعب في الجنباز موهوب ومبدع لعب في الصاندة يجي في الترتيب الأول العوائل لعب في الملاكمة هنا في الشارع ما شاء الله تبارك الرحمن بعد أن أجاد لعبة الملاكمة وتحصل على الذهب في بطولة تونس الودية عاد مالك إلى الوطن ولعدم تبني الجهات المعنية لموهبته قرر السفر إلى الخارج بدعم من والده جاب ذهبية في تونس وطلع به معسكر في تونس بعدين طلع به في تركيا تركيا طبعا أهم شاهد الملاكمة غادي كان لأن شيني مش معتمدين فهمت مش معتمدين في ليبيا مش معتمدة طبعا جاء عبد المالك غادي كان طلع عبد المالك ومشي دار صكوه فوق كتفه وقونطيات فوق كتفه ودعمت عليه الصراحة وتوكل مشي المالطة طبعا فات المالطة قاعد يدرب في مالطة لعب لي بطل مالطة طبعا من 20 يوم لولات لعب لي بطل مالطة ربحه طبعا أما عن وصية الوالد لولده توصل بمالك الصلاح أن النبي يرعى أخوه غادي كان أخوه معز طبعا لأن أخوه معز حتى هو نفس الشيء ناسي نفس الفورمة ورغبته وملاكم حتى هو حب مالك للفن النبيل غدا مصدر إلهام لأطفال المنطقة فالصورة تتحدث من هذه المنطقة الشعبية استطاع مالك الزناد أن يصل إلى العالمية وعلى أمل أن نشاهد مالك يضاهي الكبار العالم في البطولات القارية لقناة ليبيا الأحرار حسن خليل طرابلس شيء كبير والله طبعا مالك انا التخيل مسمين نشأة بطل على الصعيد الشخصي نحكي طبعا انت كده لمست حاجات قديمه زوايا شراكه حكيت لي كل شيء والله واحد كمش في الواحد روب كيف فهمت لا هذه حاجه تزيدني حماس تزيدني حماس هل بنين نكمل ونزيد انا نزيد نصر على الشيء فهمت فنشكركم ألبا ونشكر الناس كلها اللي وقفها من مالك زناد تحياتي ليهم ونقول إن شاء الله مالك حلمك مالك. بعيد يعني بعيد على العيلة صعب شوية إنك أنت قاعد لي فترة لي فترة ما روحت استقرار أحياناً استقرار في غربة تعرف أنت غربة فهمت فإن شاء الله إن شاء الله خير بعون الله إن شاء الله نحاول نزور البلاد في أقرب وقت إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تماما حنغير لك الموضوع مالك انت كملاكم تشوف في نفسك ورثها وراثه يعني جينيا سواء نقول قوه اللكمه وخفه الحركه او بالمتابره وبالممارسه لا والله هي طبعا حسفان الملاكمه في معينه حاليا في العروق في الدم فهمت فحتى كمان تمرنش نلعب وندير مستوى كويس فهمت
فلكن لما نتمرن ونطور من نفسي نحس في روحي نتطور اكثر، وكل اي حاجه ناخذها نستوعبها بسرعه، فنحس في روحي ان الملاكمه في الدم في عروقي، فهمت؟ فحتى لو صارت لي ظروف ومشاكل في الغربه وكذا، ما قدرتش نسيب الملاكمه، هي اللي درت لي مشاكل نقدر نمشي ندير حاجه ثانيه كذا، لكن هي ما خلتنيش نسيب لاني عرفتها ماشيه في دمي، فهمت؟ وفي ليبيا انت مالك كانت عندك صعوبات وعراقيل، يعني لو اعتقد كنا نسمع اوكي كل بطل عنده عراقيل وصعوبات في 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 مشواره، ولكن يبي منك مواقف صارت معاك انت احبطتك وقلت لك ممكن نفس النقطه بنرجع لك من بكري، خلتك ممكن تقول انا استوب معش بنكمل في عواقب، سواء يعني مش نقول لك مش نعطيك مواقف من عندي، ممكن في الاداره، ممكن اداريه، ممكن في اللعبه نفسها، في المالطه ولا في ليبيا نحكي في ليبيا، ولا هي في الامكانيات ما فيش الاهتمام، ما فيش الدعم المعنوي، الدعم المعنوي ما فيش، ف معنوي كشخص يوقف معاك يدعمك يحكي لك حتى كلمه هيك تشجع، ما فيش. يعني عندي الوالد بس انا يوقف معي، وعندي اخوالي هلبا وقفوا معي بارك الله فيهم، ف هذا اول حاجه ما تخليكش نكمل في الشيء، فهمت؟ اخوك معز، اخوي معز بطل نقول لك تو بطل، وحتى تشبعوا قدام ان شاء الله. لكن انا اعرف ان اخوي معز خلاص في المانيا، تو في المانيا حاليا، داير انجاز قوي هلبا في المانيا، خذ في المانيا جيم كامل لاعبين بالهبل فسطه، فهمت؟ فهو متميز فسطه، فنلعب وش اشتباك، طبعا سبارنج نقول له احنا اشتباك، ما بيش حد يلعب سبارنج، هذا اشتباك ما بيش حد يلعب سبارنج، خوف يعني لعبوا له وماشي بيلعبوا له، وقفنا في الحرب قال لي بنلعب جيبوا لي، بشغلوا له خلاص البرموت الالماني، طبعا قال له نجيبوا لك زوز من اوكرانيا خاصين بك انت مشترك معهم سبارنج بالفلوس ك يعني هذا مبتدي، هذا يعتبر بادي، ها هوات وشوف عشان يلعب مع ناس المان، طبعا عندهم 180 مباراه و100 مباراه هوات، فهمت؟ هو هاوي ما بعرفش يلعبوا معاه، هو ما عندهش يقل 20 مباراه، ممكن ما وصلهمش. شنو يختلف بينك وبين؟ عنده سمارت، ذكي هلبه في الملاكمه، سريع ذكي، ما تمسلاش وجهه بالسهل، لعب معي انا اشتباك، وانا اصلا هو اللي سبب اني جبته لاوروبا، اني نلعب معي في تونس الشباك، فقلت له انت خلاص ما عادش تعطل فيليب ان شاء الله، ما عادش يعمل، عندك نظره انه هو ممكن يكون بطل كبير، انا يعني ما كنتش نحسب انه هو، لكن لما لعب معي اشتباك في تونس عرفت انه هو حيكون بطل كبير، فقلت له انت ما عادش توقف فيليب، قعد 10 ايام وجبته. فكان حاجه نسقت، لا اعتقد نسقت لمباراه المده الجايه، عنده نزال معي، المهم انت اللي نسقته له، نسقته له ان شاء الله. لعب مع واحد من افريقيا عايش في المانيا، شهر 4 بيكون النزال صح؟ شهر 3 توقف. شهر 3 ثلاثة اسابيع مازال، يلا مع واحد افريقي بطل في المانيا في مالطا بيش يلعبوا له، فوز المعز خوي، فمعز خوي يعني بنلعب له، قلت له خلاص تم تو متين، حتكون احسن مباراه في مالطا، حتكون احسن مباراه ان شاء الله. اللي يختلف بينك وبين اعتقد انه هو انت ذكي هلبة، لا حتى حاجه ثانيه انا ما نعرفهاش شخصيا، سمعت عليه من الكابتن حكيم عمار انك انت يعني تبادر تهجم، بس هو يدافع ويهجم، يعني ممكن متردد اكثر، يعني نقاط هلبة هو يلعب نقاط اكثر من القاضيه، فهمت؟ لكن بعد تمارين مع القوه حجي القاضيه بروحها، فهمت؟ فهو تو يدرب يتمرن هلبة ويجيب في قوه لنفسه، فهمت؟ فحيبدا حاجه قويه ان شاء الله. لو انك تتوقع يوصل 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 أنا نقول 100% يوصل خوي هلبا، يوصل حيدير إنجاز قوي حتى هو إيش بعدين. تمام، خليك معانا مالك. طبعا مشاهدينا عندنا آراء الشارع الرياضي والأشخاص المقربين من مالك، نسمع وش قالوا في مالك ونرجع. شباب الهضبة واقفين معك، وشباب خاصة شباب الهضبة الشرقية، نشكو ونبوك تمثل ليبيا أكثر وأكثر، واحنا نرفعوا راسنا بيك. شيء تحياتنا اخونا مالك، ربي يوفقك، انت ما تمثلش نفسك، تمثل ليبيا كلها، فرحانين بيك، شجعوا فيك كلهم. وهو مجتهد تو نشبح فيه ما شاء الله عليه، فهمت؟ وعنده طموح، راهي طموحه مش نشبح فيها مش بسيطه، العالميه ماشي العالميه، فهمت؟ اخوي مالك نقول له الف الف مبروك، وباذن الله في النزالات القادمه باذن الله يكون احسن واحسن، باذن الله راح يوصل للعالميه. طب نعرفهم كلهم من الاداره، كلهم نعرفهم. حسيت هيك ردوا لي، والله ردوا لي جو، ردوا لي شعور مش عادي والله، بارك الله فيهم، تحياتي اليوم والله ما يقعد احد. ولكن نقول لهم ان شاء الله ما خيب كمش قومكم ان شاء الله، ان شاء الله بعون الله. ان شاء الله مالك، يعني احيانا الجمهور والدعم والناس المقربين منك يعني يرفع المعنويات ويخلي الحمل كبير عليك، كبيرة يعني يبوك النمبر 1 ديما، صح؟ يبوك الرقم 1، يعطوني حتى حماس قوي اكثر تو اكل اني نستمر ونكمل للعالميه، فهمت؟ فان شاء الله من خيبهم ظنهم اصحابك هم مالك؟ ايه منهم اصحابي، منهم قدوه لي، قصدي ناس فهمت كبيره كنت اشبع فيهم وانا صغير، فهمت؟ ما هذه اللي بنسالك عليها، بقول لك حسيت تتاثر هلبا لما تشبع اصحابك وعائلتك. انا اتاثر ذكريات، عندك ذكريات، ذكريات كبيره، ذكريات ان شاء الله. مش حنقول لك انها ذكريات، مش ممكن تذكر لي حاجه مالك. طبعا من احنا نحكي لاصحابك بنعطيك حاجه بسيطه هيك بينك وبين، ولا نقول لك شوفوا معي مالك،
انا كان مترش عليه كل الفيديو. هذا اصحابك؟ طبعا صاحبي فتحي هذا صاحبي هلبة هذا طبعا. وكيف تعرفت عليه؟ تعرفت عليه في موضوع لا يضحك هلبة فهمت في البدايه اعتقد بدايتي بنعرف في زي ما تقول ما تعرفتش عليه في هيك زي ما تقول كصديق في مشارع كذا. تعرفت عليه في عركه ولا صاحبي بعدها فهمت بعد هيك بيرب بثمانية شو ولا صاحبي من صحبه قويه بعد عركه بعد عركه فكذا. كيف كانت المشكله بالضبط؟ ولا طبعا هو فا بوكسينج ولا ما فيهاش؟ لا فا ضربوني فا حتى انا فهمت ضربوني فا حتى في هلبة ضربوني مشيت وعالجت وكذا فهمت. فكانت مشكله وقتها زوز ملاكمين انت كنتوا؟ لا طبعا انا كنت ملاكم وما كانش ملاكم. فطبعا انا بروح من التمارين كنت من نادي بلدي في الاتحاد فكانوا مسكرين طريق في عمر المختار فهمت. فكنت بفوت انا سكرت راسي بفوت وما بيش يخلوني افوت مسكرين طريق طيحت لا خشت هيك مشكله كذا في شبشان ولينا طلعت سيارتي وطلعت ولينا بعدين وليت بروحي زي ما ولينا هيك بروحنا نزلنا مع رجلينا. وهذه غلطه كبيره كيف انت تولي شارع كامل تولي 200 نفر ما تعرف قداش طيحك في القادم ونعرف طيح. نعرفش له بس نعرف هو شارع كان كبير هيك ونعرفش له بس جايته هو انا جاي هو طول. فهو بدا المشكله ضربه كذا وبدا نجف زورته بدا تلفت ناقينا ورانا جمهور زي جف زورتنا علقنا خربنا شارعهم يقول لك الكتره تغلب الشجاعه ايه. فكان مشكله قويه قلبه فهربنا منهم بعد دم ودنيا وكذا هربنا منهم. واحد بعدين قاعد ادور فيه شخص ما لقيتهاش ما لقيت ابوك هو ما قاعد ادور فيه. بعدين برا زمان برا ايطاليا زمان انسى زكريا الكاتب كلمني انسى زكريا تبع مدرب الصاند هذا قال لي مالك في بطوله تعال مش تلعب. قلت له خلاص قال لي تعال زي ما يقولوا نجروا في بوسته. قلت له جاي مشان قال لي في واحد يجي داخل برا يجري جنبه مشيت نجري جنبه هيك كذا تلفت شبحت قلت له شغله غريب علي والله ما غريب علي. قلت له تسكن في البلاد؟ قلت له قال لي نسكن في البلاد من تعرف غادي؟ قلت له لا انا بتصل فيك بس. قلت عمركم داير انت هيك اعتصام حاجه؟ قال لي وقفك قال لي ما بقيتش تحت السياره كذا كذا. قلت له اه دنيا صغيره ودنيا هرب مش الاستاذ زكريا يقول افتم ما صارش من جري ما صارش من شيء بدي استاذ زكريا حزنها في مشكله وكذا. بدي ملك صعفاني الشارع عرفني عليه كلهم وعرفني اللي ضربني بالكذا ومش عارف شني عرفت الشارع كله بديت نعرفهم كلهم بديت نمشي الشارع اكثر نمشي حتى شارع هنا. بدي ملك اليوم هذا يوم بدي صاحبي بدي اياه بالراس بالراس اه بقى تحت لك موضوع عرفت منه قصه يعني ما كنتش نعرفها ممكن. مالك يعني صاحبك ما زال حتى في 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 مالطا بعدين طلعنا اليوم عبدو عبدو التجوري عبدو التجوري تعرفت عليه في مالطا تعرفت عليه في مالطا لان حسابه فتحي حتى هو عرفته في مالطا يعني تعرف من زمان تو قاعدين اصحاب تو بسنه مع بعض احنا من مالطا. هو شوف لما سالتهم عليه قالوا لي بصايري دم خفيف مع اني سمعت من بعض الناس انك انت كاسح شويه وهذه مساعداتك في الملاكمه دماغك كاسح يقولوا في الملاكمه تو حاليا في الحلبه بس كاسح فهمت في الحلبة اني حاجه ولكن في برا مع الناس في حاجه ثانيه فهمت. فقبل كنت برا حاجه ثانيه وكنت في فهمت فالحمد لله تمام. بنسالك عليه كل شخص فيهم شنو يعني لك فتح بريبش؟ اخوي اخوي صاحبي هلبة ونعز هلبة فهمت يعني غير مفددني شويه هو عصبي وبصايري متسرع وبصايري زي ما شفنا في الفيديو عندك لكن عندي احرف منك رغم مش في فيديوهات عندي الا هو نقول لك حاجه وصلت بعض الفيديوهات عندي. شوف عندك عبد التجوري شنو يعني لك؟ عبد صاحبي صديقي حتى هو لعب ملاكمة وبعدين ما فقاش الحظ لعب وخسر المباراة لكن عادي جرب ملاكمة مش كيف مش لعبها في ليبيا هو فهمت تعرض تعلمها في مالطا وخش عليها كمبتدئ فهمت. فنزيد يتمرن ونزيد يوصل إن شاء الله فيش مشكلة كويس عبد صديقنا حبيبنا تمام. يعني مالك شفت رأيك في 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 أصحابك أنت شنو قلت عليهم؟ طبعا ماش نشوفه طبعا شنقالت أو شنقالوا عليك أصحابك عندنا ردود وبعض الكلام ممكن التحفيز يكون من أصدقائك ليك أنت مباشرة نتابعه مع بعض مالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة من خوك الملاكم فتحي بريفش، لكن نحب نوجه لك كلمة بالإنجليزي لأن الشعب الليبي خلاص يكون يعرف أنك أنت بطل. نحب نوصل الرسالة هذه إلى كل محبي لعبة الملاكمة في العالم. Bro, you're gonna be world champion. We trust you. We give you full of support. Be number one, Malik Zinad. We love you. نور يا مالك، ربي يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله فخر ليبيا ان شاء الله مديومه ان شاء الله ديما فوق فوق العالي العالي ان شاء الله. توفيق لتوفيق يا رب، وربي يشوفك العالميه وافضل بطل في العالم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظك وديما نشوفك الاوائل الاوائل باذن الله، وكل مباراه انتصارات ان شاء الله يا رب، وربي يحفظك واحترامات. ربي يحفظك ان شاء الله ديما بالقاضيه. مالك زنا. مالك قول الو. الو الو الو. السلام عليكم. السلام عليكم. نهار سعيد ان شاء الله. تمام، نهار مبارك. تشرفوا بك يا اخوي مالك. عرفت الصوت اللي ما عرفت تنعرف حتى تتكلم بالمايك نعرف صوتها يعني. نهرب سلية صوتها. تمام. فتحي بريبش، رحبوا بك معنا صديق مالك طبعا في حلقة خاصة على البطل مالك الزناد. مداخلة كانت مفاجأة صراحة. مالك معنا وانت معنا على الهاتف، كنا ندرز عليك قبل شوية، كان يقول لي انك انت بصائر وفي نفس الوقت صعب شوية. طبعا استاذ، اول حاجه السلام عليكم واهلا وسهلا بك وشكرا على استضافتي على هذا الحدث الكبير، بارك الله فيك، والف تحيه للبطل مالك الزناد فخر ليبيا، وشكرا وبارك الله فيك استاذ. واحكي لنا حتى كيف تعرفتوا على بعض يا مالك. مالك هذا مالك شو بنقول لك والله استاذ، مالك غني على التعريف طبعا استاذ. ليبيا هذا بطل كبير ان شاء الله، هذا عنده فريق واحد ان شاء الله العالميه، وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله من انتصار لانتصار يا رب. دي ما رفع علم البلاد، يرفع اسم ليبيا، واقل حاجه نتشرفوا بحاجه واحد يقول عندنا لاعب عالمي او شيء زي هذا. حتى انت فتح اظني ما تقصرش ما شاء الله ملاكم، يعني صار في نزال بينكم قبل ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نديروا الواجب ان شاء الله. شاهدنا شهر ثلاثة بطوله ان شاء الله، ومالك ان شاء الله نلعب فيها، ومعز حتى وعد معز الزناد بطل كبير، خو مالك الزناد صغير حتى هو يلعب في نفس البطوله، وان شاء الله نشرفوا البلاد وان شاء الله نديروا سمعه كويسه يا رب. أنا حبيت تتكلم مباشرة لمالك، ما تكلمنيش أنا يا فتحي، مالك يسمع فيك. أنا المداخلة هذه مدارين على خاطر مالك، وإنك أنت من أقرب الناس لي. طبعا تنوريك على الحاجة، هي كلمتني بكري شوية ما قلتليش أنت خاش معنا، دير في روحك من تحت لتحت مية مية، تنوريك في سبارنج الجاي. والله ما عندك مشكلة، عادي مرة عندي زرقة مرة عندي خضرة مرة عندي صفرة، وحتى نحاول. ما يشتبك دي ما يشتبك. لكم تقوية طبعا. يا فتحي يا مالك يا مالك، انا بحكم اني انا صديق ليك هيك، ونحب نحب نوجه لك سؤال، فهمت؟ ما دام انت عندك حلقه في قناه ليبيا الاحرار، وقناه ليبيا الاحرار ما شاء الله عندها مستمعين وعندها مشاهدين كبار، نبيك توضح للشباب ليبيا، شباب ليبيا اللي يلعبوا في محبين لعبه الملاكمه، كيف اوضح لهم باش يستمروا باش يزيدوا يتمرنوا باش يوصلوا اللي انت وصلت له، باش ما يفقدوش الامل، فهمت؟ سيروا في يوم من الايام ان شاء الله تفتح لها لعبه الملاكمه في ليبيا، وما يقعدوش عابين على الاتحاد، وما يقعدوش عابين على هذا دعمني وهذا ما دعمنيش، قصدي ما دام الصالات غادي متوفرات يتحولوا يتمرنوا. بالله نبي توضح لهم النقطه هذه يا مالك، بارك الله فيك ان شاء الله ان شاء الله. وصلت رسالتك فتح بريبش الملاكم الليبي في مالطا، صديق اخوي صديق البطل مالك الزناد. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. نرجع لك مالك من جديد، هدرز على نقاط مهمه ونصح الشباب في ليبيا. قبل ان نتطرق للنقطه هذه، نبي نسالك مازال في 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 خلطك او صداقتك بعبد وعبد التجوري ولا فتحي بريبش في مالطا، يعني هل صارت معكم مشاكل غادي نحكي في الشارع في انتم كملاكمين، يعني هل كانت صعبه زي ليبيا او لا؟ طبعا تعرضت بمواقف او لا؟ ايه طبعا اي حد يتعرض لمواقف، فهمت؟ واحنا كنا ملاكمين وكنا طبعا جايين بعقليه ليبيا، طبعا كنا مش مشاكل وكذا، فبتضطر بتصير لك مشاكل في مالطا وكذا، لكن الحمد لله انجزنا الموضوع هذا وتو عرفنا في مالطا الحمد لله. اسمي مالك خزل، قبل اني اول مباراه لعبت في مالطا كانوا في ستة انفار يشجعوا في مالك، تو اكثر من 1000 لما اسمه مالك جنادي يلعب، اكثر من 1000 جمهور، فالحمد لله اسمي ولا الحمد لله كويس. ماشي في مشاكل ماشي في دي، فان شاء الله. مالك شو قصة السيارة السوداء؟ شنو هي؟ شو قصة السيارة السوداء؟ أما هي دي؟ السيارة السوداء
في السيارة كانت تعرض لك سودة في بداية، كانوا ببعض النزالات يبوك تنسحب من البطولة متاع المالطة. نساها انت هيا. مي ما قلتهاش انا، ما قلتهاش قبل لحد يعني. ممكن هذا قال لكم فتحي مو شو قصتها؟ هاي طبعا هي كانت مباراة مع مالطي، مالطي الثاني، ف طبعا لعبت مباراة الاول ومباراة الثانية فهمت. فبعدين بعتولي زي ما قلت تهديد وكذا اني مش نخسر المباراة ودو الموضوع زي هذا، فكان تهديد فاشل فهمت. فانا انا مش مخاف منكم، ولا خاف شجاع انا ما خافش من حاجه يعني. انت تحديت كل الصعوبات اعتقد إيه. مالك حتى في نزالاتك كان يجيبوا لك في واحدة من اوزان تانية او بمستويات تختلف يعني، ما يكونش إيه. الشخص ما فيش انصاف، كانوا ما بيش نقول يحاربوا فيك ولكن كانوا يعرقلوا فيك في البطوله المالطيه غادي. لا طبعا كانت هلبة مشاكل عندي، وكانت هلبة كانوا يديروا لي في اي طريقه مش نخسر المباراه فهمت. كانوا يجيبوا لي في وزن اكثر مني، كانوا يجيبوا لي في لاعب اقوى مني فهمت، ونطيح فيه بقاضيه. كانوا يجيبوا لي مثلا بقول في لاعب نخدم عليه ونتمرن عليه، بعد يومين يقول لا غيرناه، بعد قبل يومين المباراه كان غيرنا اللاعب. فداروا مستحيل ماشي بخسر ملك زنان فهمت، حاربوني. لكن الحمد لله طبعا اصريت وتميت تمام. ملك، الفرق بين الملاكمه في ليبيا ونعرف انها هي رجعت حديثها وكانت غايبه لمده 3 عقود، الفرق بين الملاكمه في ليبيا حاليا ومالطا، ما نبغوش نقولوا ربك كل، نحكوا على مالطا، تجربتك انت الخاصه في مالطا. في مالطا ملاكمة ما عندهمش طبعا، ما عندهمش اتحاد زي ما نقول يعطي اللاعبين فلوس ولا يعطي اللاعبين، هم عندهم برموتر فهمت. هذا البرموتر شنو هو؟ هذا اللي ينظم المباريات، وعندهم نوادي، النوادي هذا ينافسوا في بعضهم، والبرموتر هذا يديرهم في الدوريات، يديرهم في المباريات فهمت، البطولات. عباره عن برموتر عندهم، يعطوش في فلوس، يعطوهم في تكوت، مش يبيع ومش تبي انت تلعب، يعطوك تكوت ومش تبيع تكوت، مش تدير فلوس من التكوت فهمت. التكوت متاع المتفرجين لا غير. فالدولة ما تساعدش فيهم فهمت. ما عندهمش منتخب مالطا، منتخب ما عندهمش. فلكن في ليبيا تفرق، ليبيا الرياضيين اللاعبين هلبة على الاتحاد الملاكم وعلى اللجنة الأولمبية كذا، ما تعبوش على شهادة فهمت. عبوا على نفسكم في شيء، مرن بروحك انت، ما فيش دعمك، اخدم وتمرن عادي، ما فيش مشكله فهمت. انت حتوصل بعدين، مش هم حيوصلوا فهمت، انت حتوصل نفسك. فتختلف الملاكمة، لكن مهتمين بها اكثر، في سبونسر، في شركات داعمه للرياضه في مالطا هلبة، تفضيلا في شركات داعمه، لكن في مالطا في يدعموا في اللاعبين بالكامل، مش يعطوهم في حافز يتمرنوا فهمت. وعندهم من هنا سبونسر، من هنا سبونسر، من هنا سبونسر. فانت تدير، انا كان عندي سبونسر مالطي، ما كان عندي سبونسر من مالطا، ما عندي سبونسر من ليبيا فهمت، كانوا مساعديني قبل. هذه قبل؟ لا قبل. تو حاليا عندي الاستاذ حسني بي بارك الله فيه نشكره، عندي شركه برون باكت للاعلام، واقفه معي في الاعلام في الميديا وكذا، فالحمد لله فهمت. وتو في شركات كبار في تواصل معهم، انهم بيوقفوا ممالك زناد في المستقبل. ومالك مع كل مواجهه الدخل اعتقد يزيد. ايه كل مواجهه تزيدك دعم، وتزيدك كل مواجهه تزيدك، معروف اي حاجه كل ما تلعب كل ما تزيد فهمت. فان شاء الله هو نوعا ما عيب ان الواحد ممكن يدير مقارنه حاليا الوضع في ليبيا وبين البطوله في مالطا، ولكن حنحكوا اكثر عن الموضوع هذا. مالك عندنا فيديو لبطل من ابطال العالم، نشوفوه ونرجعوا. طبعا الاسم واحده يكفي، اسطوره محمد علي كلاي رحمه الله عليه، الامريكي، اللاعب الامريكي. طبعا اتكلم محمد علي كلاي، طبعا العالم كله يعرفه فهمت، العالم كله يعرفه. فلويد ميودر هذا طبعا ملاكم ما عندهش خسائر، ربح كل مبارياته، هو بروحه منزعج من محمد علي كلاي. علاش؟ محمد علي كلاي خاسر مباريات لكن عنده اسم اكثر من فلويد. فلويد زي ما تقول اسمه كبير هلبك، معروف في امريكا وكذلك ما يعرفش العالم كله، لكن علي محمد علي كلاي العالم كله يعرفه. اي حد تقول له حتى عزايز تمشي تقول له انت محمد علي كلاي مشهور، يعني لما كنا صغار نعرف جلس منه فهمت.
فمحمد علي كلاي حاجه كبيره خزيني من وانا صغير نتفرج على محمد علي كلاي مغروم به هلبا. كنت اسهر حتى انت زيهم ليبين كان يسهر باش يتفرج. انا كنت صغير وقتها كنت صغير انا ليبين عارف زمان كان يسهر على خاطر باش يتفرجوا في الستينات واحد وقت كبير يتفرج على محمد صورة صورة طول تاريخ محمد علي كلاي حاجه مبدع هلبا فهمت. انت ما شاء الله خبره في المجال هذا مالك وتعرف يعني ممكن انا ما نقدرش انت من اهل الاختصاص ممكن يحكم محمد علي كلاي يعني في نظرك الخاص شنو اللي يميزه على الملاكمين الثانيين يعني خفته سرعته ملاكم مصر فهمت ما يخافش ف يلعب بثقة هلبة واثق من نفسه يقول كلمة يديرها فأنا يعجبني فيه محمد علي كلاي هلبة فهمت ويعطي صورة حلوة للعالم فهمت انه حتى يعني مسلم هو فهمت ما شاء الله خش الاسلام ودار ترى محمد علي كلاي داير جامع في العالم كله راه جامع باسمه هو فهمت فما شاء الله قصدي حاجه كبيره هلبس هذا والكل يحترم اعتقد حتى من الاديان الثانيه يحترم الاسلام على خاطر محمد علي كلاي خشوا تحت الاسلام هلبا الناس فهمت وجنازته كانت ملايين كانوا حاضرين الجنازه بتاعها فاسطوره تاريخ كبير تمام. عندنا ملاكم ثاني اعتقد ما نعرفش اذا كنت تحب اكثر محمد علي كلاي ولا بس اغلب الناس يشبهوا فيك بمالك اعتقد انت عرفته والناس عرفوا لنا الاغلب كان يتكلم علينا هو الملاكم نسيم نشوفه مع بعض في الفيديو الجاي مشاهدينا ونرجع شفت النزال اللي قدامك اعتقد حاسم حميد نسيم حميد كيف نسيم حميد نتفرج عليه حتى انا كنت صغير طبعا طبع فيه هلبك وكذا لكن التكنيك بتاعي هنا يفرق عليه نسيم حميد فهمت يفرق الخطوات والرجلين وكذا لكن نسيم مهاري ذكي فما نعرفه من قبل نتفرج عليه نتبع فيه هلبة لكن انا عندي محمد علي كلاي علاش يشبه فيك في ستايل نتاعه في طريقه اللعب في خطه ما نلعب انا شوي مفتوح نلعب شوي مفتوح انا عندي نفتح في دي مره اني ما نكون واثق من نفسي بالشيء هذا فهم يقولوا كذا ليش بالي بالنسبه لنا سامحين نلعب مفتوح هلبة سامح حميد لكن عندي محمد علي كلاي التوب فهمت هو الحاجه اللي فوق تمام. ثقتك كانت واضحه اعتقد من خلال المباراه الاخيره وقفتك على كل ملاكم كان في نزال معاك لما يطيح وقفتك يعني وقفت واحد واثق دخلتك الاغنيه الخاصه بك يعني هل بمواضيع يعني حكينا حناخذ وقت اكثر مالك طبعا الاغنيه خاصه بي طبعا زكريا طبعا زيكو هذا مغني راب في عايش في المانيا صديقي من ايامات الطفوله من قبل ما نخدم اغنيه فجتني المباراه في برلين هو وين عايشه قلت له اسمع يخدم وحده فهمت ندخلك معي استدعيتها مش يدخل معي في الحلبه قلت له ندير اغنيه كويسه فتوكلنا على الله ضمن اغنيه فمجت حلوه هلبه وجمهور كلهم من مش عارف اعتقد الشباب يقولون في مكالمه خاصه ما فهمتش الصوت مشوش شويه ولكن اعتقد ان في مكالمه واللي فهمته قالوا لي يقول لي مالك يقول الو ما نعرفش من معنا بالضبط هلو السلام عليكم سلام ورحمه الله استاذ مالك نبي نقول لك كلمه واحده بس انا يعني ما عرفتش انت ممكن عرفت مالك عشان الصحابه ان شاء الله من معي تمام انت نجم يا مالك اوه زيكو زيكو اعتقد صاحب الاغنيه لو بيحبك يا اخوي مهوب زيكو مهوب زكريا اهلا وسهلا بك نورتنا في حلقه اليوم الله يحفظك مالك نوركم مالك اغنيتك ضربت اعتقد خاصه في النزال الاخير الكل بدا يحكي على الاغنيه بتاعك والاغنيه كانت خليط اعتقد كان فيها بالليبي وبالالماني وكانش بالمالطي وكذلك بالانجلش بالضبط صحيح طبعا هذا اقل شيء نقدر نقدمه لنجم ليبيا بجديات يعني مالك راهو في كل مكان تو يتكلموا به يعني ترند ليبيا رقم واحد لا منازع ما فيش حد يقول كلام غير هيك بجديات يعني هذه اقل حاجه نقدر نقدم عليه الاغنيه كانت باللغه الالمانيه لان المباراه طبعا كانت اول مباراه كانت في برلين فحبيت الجمهور الحاضر بحكم ان اغلبيته كان الماني وكانوا اجانب حبيتهم يفهموا الكلام اللي نقول فيه يعني ما نخش نتكلم عربي بس يفهموا الشباب الليبيين فقط دخلت جمل تعنيني هلبة باللغة العربية الجمل العامة باللغة الإنجليزية باش نحاول الكل يحاول يفهم الأغنية
وايضا بالالماني لكل الجمهور اللي كانوا حاضرين. طبعا تمام. طبعا عادة لما يجي كل واحد بيكتب الأغنية أعتقد كاتبها أنت زيكو الأغنية متاع مالك ديما، يعني الواحد يعتمد على مخيلة معينة وفكرة معينة، كتابتك للأغنية من نجت؟ والله شوف عزيزي، الكتابة للأغنية كان نشوف حاجة واحدة قدامي بس، إن مالك نجم وضروري ما كافح مش يربح، حاجة تانية ما شفتش. هو أنا كنت في تواصل مع مالك طبعا أثناء كتابتي للأغنية، وقلت له شيء هذا مالك، انا نبي نحفزك يعني، نبي كلماتي مش نبي نعرض شو، نبي نركب على الستيج او على الحلبه بحيث اني بندير شو ولا حاجه زيك، لا بل كان نبي مالك يحس بالكلام، ترجمت الكلام حرف حرف كلمه كلمه، وتهمنا الكلمات عجباته طبعا، غنيت باسلوب تحفيزي يكون لي هو وللجمهور. هذا هو طبعا، هذا هو نبي نوصل رساله بس يكون تحفيزي لمالك فقط، يعني هذه الرساله اللي كانت في بالي. عرفت ربي يحفظك خويا. تمام زكريا، نبي شويه قلت له تغني لنا شويه الاغنيه قبل لا نختم معك، اعطينا بعض الكلمات. لكن يلا حاضر اعطيك اربع سطور بسيطات يعني بالعربي. هي يا ريت بالعربي. انا طبعا قلت هي سمالي سنات ليبيان سن سويجر بقباد، اللي فينا رجل يبان خلي علم بلادي رفرف فوق عظام العديان مالك. كل الشكر ليك زكريا صديق مالك والمؤلف المؤدي للأغنية الخاصة بالبطل الليبي مالك الزناد، كنت معنا في حلقة خاصة اليوم من سبورتيفا نحكي فيها لمالك الزناد. نرجع لك مالك من جديد، أعتقد الكلمات اللي كان يغني فيها زيكو قبل شوية رجعت لك. كيف كيف إنه الشعور بالحماس قبل المباراة. صحيح. أنا بروح نقول لك حاجة، أنا ما سمعت الأغنية واليوم لما ردت فيها من جديد نفس الشعور احضر معي. انا كمشاهد نحكي لك حلوه لا كيف الاغنيه كانت جميله جدا، كلهم يطلبوا فيها، كانت اغنيه رائعه، وان شاء الله مدارين اغنيه ثانيه، حتكون في اغنيه ثانيه ان شاء الله حتى يخش المباراه الجايه نسخر ربي. فزيكو نا موهوب من قبل، من كان صغير كان يجي يكتب، كان صغير يكتب جنبي في الراب وكذا، ما نعرفه من قبل فهمت، فموهوب ونجم ونشكره تحياتي ليه. اليوم الكل كان معك يعني جمهور العائلة كانوا حاضرين معك في حلقة اليوم، الأصدقاء والأتشارعك زيكو اللي غنى لك أغنية. التحدي قدامك كبير مالك أعتقد. طبعا تحدي كان كبير هلبة، وإن شاء الله مخيب لهم جدانهم كلهم إن شاء الله، وفيهم مالك زناد ودعمين مالك زناد، نقول لهم مسألة وقت بس إن شاء الله، مسألة وقت زي ما قلت أنا بدايتي يعني زي ما قلت تو، مسألة وقت وحنوصل وين ما الهدف بتاعي. مستمر ما نوقفش بعون الله، من التمارين من المواظبة، وإن شاء الله بعون الله نكون في المستوى بعون الله وندير. كلمة أخيرة لكل مالك طبعا، تحية لي منك. طبعا تحية لي أول حاجة لقناة ليبيا الأحرار، استضافة حلوة، بارك الله فيك أنت أخوي حكيم. شكرا بارك الله، استمتعت معك هلبة اليوم على فكرة مالك، وإن شاء الله نكون مع بعض في حلقات جاية. وتحية لمدعمين مالك زناد الأستاذ حسني بي وبرون باكت الإعلام، وإن شاء الله نعودكم من مالك زناد حيستمر ومصر انه نوصل العالميه بعون الله. ونشكر طبعا الاخوت اللي داروا معنا اللقاء وشهر شارع يكونهم ابوي وغالي وكلهم العيله، ونقول لهم تحياتي ليكم وان شاء الله نشرفكم بعون الله ان شاء الله مالك. طبعا نتمنى لك كل التوفيق الله. وتكون يعني انت حاليا بطل تمثل في ليبيا، والكل قاعد يدرس عليك في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، نتمنى لك تقعد رمز حتى للعرب مش كليبيين بس. تفضل. طبعا هو الحزام دبليو بي سي عباره حزام، وقلت لك عليها ممكن، انا قلت يعني في اعلام بيناتهم، فيش علم ليبيا مش محطوط فصله، فانا قلت بعون الله نحط علم ليبيا فصل الدبليو بي سي، حزام عالمي هو لكن مش حاطين علم تونس كذا، لكن علم ليبيا فيش لان مش مشاركين عليه فهمت، فانا بعون الله وعد من هنا للعالم لليبيا ان يكون علم ليبيا من ضمن الاعلام الموجوده في الدبليو بي سي، حزام العالمي بعون الله. شكرا ليك مالك، طبعا اعتقد من خلال شخصيتك والحاجات والاداء اللي تأدي فيه قاعد في البطوله والمواجهات العالميه وصلت رساله لكل انه قاعد مش على صعيد الملاكمه بس، على جميع البطولات انه يبدا من الصفر من لا شيء يحارب بنفسه من اجل نفسه. نورتنا في حلقه اليوم مالك، بارك الله فيك ربي يحفظك. كل الشكر ليك مالك، كذلك ليكم مشاهدينا الكرام في حلقه اليوم اللي خصصناها الحديث على بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد. كذلك الشكر موصول لكل الزملاء هنا في الاستوديو كذلك في غرفة الإخراج. نلتقي في مواعيد لاحقة إن شاء الله، إلى اللقاء.